النميمة حرام. وللأسف الشديد تراه يصلي في الصف الأول وهو نمام، يصلي في الصف الأول ومن المحافظين على الصلاة في الصف الأول وهو نمام، يسمع وينقل بنية الإفساد والتفريق بين الأحبة، وربما تسببت نميمته للقتل وسفك الدماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. أيها النمام، أتفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يدخل الجنة نمام؟ وعد النبي صلى الله عليه وسلم النمام من شر العباد، من شر العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، ذا الوجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. النمام له وجهان وله لسانان، يتكلم مع هؤلاء بلسان ويتكلم مع هؤلاء بلسان، ويلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، حتى يفسد بين الأحبة، حتى يفرق بين الأحبة. ويله، ثم ويله، في القبر يعذب، ويوم القيامة يعذبه الله عذابا أليما إذا لم يتب ويصلح قبل الموت.